انا وجهة نظري كان الطبيعي لازم تستفيد بمؤمن في البطولة الافريقية، لان دي الحاجة المهمة اللي كانت بالنسبة لك، وكان وقتها لازم مؤمن يكون موجود. مؤمن لو رجعنا بالذاكرة شوية، الموسم اللي فات كان افضل لعيب في دوري المجموعات مع النادي الاهلي، كان اكثر لعيب تأثيرا في دوري المجموعات مع النادي الاهلي، كان واحد من اهم اللعيبة اللي كانت موجودة في الفرقة. السنة دي مؤمن يمكن مشاركاته قليلة جدا، بعيدة جدا، حتى بدايته مع النادي الاهلي ما كانتش كويسة، يمكن المدير الفني كان عنده وجهة نظر، بس ان انت تبقى عنده بالشكل الكبير ده، وحتى المباراتين النهائي هنا وهناك كان ممكن تستغله فيها، لان الماتشات دي بتبقى محتاجة عنصر الخبرة شوية، وبالذات لما يكون عندك كمية الاصابات دي، فكنت ممكن تدخل مؤمن تستفيد بيه الوقت ده، وبعد كده خد قرارك او شوف هو يجدد هيكمل مع النادي اهلا وسهلا، مش هيكمل خلاص هتقول له اتفضل، ده الطبيعي في الكورة، كل واحد زي ما قلنا بيبقى له اختياراته وبيتحمل تبعيتها، بس الافضل للنادي ان مؤمن كان يشارك في بطولة افريقيا، كان هيفرق، لان خصوصا في ظل الغيابات الكبيرة اللي احنا شفناها.